استاذ عبد الحكيم، مكاسب مباريات النهارده وتصريحات كولر بعد المباراه ان الاهلي بياخد مباراه يعني كل 48 ساعه، وانه بيحاول اراحه بعض النجوم زي علي معلول وبيرسيتاو. اهم شيء في مكسب مباراه النهارده ان انت بتعدي اربع مباريات صعبين جدا ما بين لحد الفاينل. خد بالك مش اي فرقه تقدر تلعب ثلاثه حتى الان، ما انا بتكلم على انك تعدي الاربع مباريات، مش اي فرقه تقدر تلعب تحت ضغط، لان شئنا ما بين اي لاعب امنيه حياته ان يلعب نهائي اهم بطوله قاريه على مستوى الانديه، فتركيزه مهما قلت له انت لاعب محترف وبتلعب على انك بتاخد مباراه مباراه، هيفضل تركيزه في نهايه دوري الابطال، هيفضل حتى هو خايف من الاصابه، خايف من اي حاجه، تركيزه في نهايه، لان ده بالنسبه له بيدخل تاريخ. فلما تيجي تلعب فريق زي النادي الاهلي بلاعبته انه يلعب اربع مباريات استعدادا لانه هيلعب بعد كده نهايه دوري الابطال، فالضغط ده يعني اي فريق كان لازم يهتز، اي فريق كان ممكن يفقد نقط، لكن النادي الاهلي تخطى ثلاث مباريات وان شاء الله المباراه بيكسبها النهارده. المستر كولر بيدخل محمد مجدي قفشه رغم كل الشائعات اللي حاطط بيه الايام الماضيه. كريستو موجود، كريم فؤاد موجود. انا هنا ما بتكلمش على الاداء الفني اللي دكتور احمد اتكلم عليه، انا بكلمك بقى في مكاسب بره اطار الثلاث نقط وانك انت بتعدي، بكلمك في ان انت بترد عمليا على ارض الواقع في كل الشائعات اللي ضربت الفريق او اللي حاطط بالفريق الايام الاخيره. كريستو موجود، محمد ضو كريستو، كريم فؤاد، عمر كمال عبد الواحد بيشارك كمان، بتريح بيرسيتاو، بتريح علي معلول، بتشتغل على جزئيه ان انت تكسب المباراه عشان تتقدم خطوه جديده ناحيه جدول المسابقه لو لعبت المؤجلات بتاعتك. وهنروح لجزئيه المؤجلات لان برضه بتلاقي ناس كتيره بتسوف في الموضوع وبتتكلم كلام غير صحيح. فالنهارده مكاسب المباراه مش قصه تتوقف عن ثلاث نقط بس، وان انت فزت فوز كبير 4-1، ولا ان انت حققت اهداف ان انت كان الفريق بيلعب بشكل كويس جدا وجربت لعيبه كتير، لا، المكاسب المباراه اكبر بكتير جدا من الثلاث نقط اللي الاهلي حققها النهارده. انا شايف ان انت ابتديت، وده اللي كنا بنتكلم فيه لما الناس كانت بتقول لك انتوا بتدافعوا عن الفريق لما خسر من الزمالك وخسر 2-1، قلنا يا جماعه الاهلي عنده فريق كامل مصاب، لما يرجع الفريق 10 لاعبين او 11 لاعب بعد كده بتكلم وتحاسب، مفيش فريق بيتحمل من غير منه 10 لاعبين او 11 لاعب وتيجي تحاسبه. النهارده النادي الاهلي بيلعب حتى مع غياب ان انت ريحت، بس انت اللي مريح اختياريا، بص الاداء وبص المستوى، انت ممكن لولا بتوزع الجهد بتاعك كنت ممكن تكسب سكور اكتر من 4 النهارده، لان انت كسبان الشوط الاول 3، كنت ممكن الشوط الثاني لو بنفس الموضوع، بس انت حساسيه اللعيبه وبتخليك ان انت برضو الماتش لما الاتحاد جاب جون ابتديت تشد خليتها بقت 4-1. انا شايف ان مكاسب المباراه مش قصه ثلاث نقط، بالعكس انت طمنت على كل لعيبتك وكمان خرجت، نتمنى ان يكون يعني حسب التوصيف الطبي رامي ربيعه تكون الاصابه خفيفه ان شاء الله، خرجت بكل المكاسب حتى بما فيها سلامه اللاعبين. طيب ايضا اسمع منك يا دكتور احمد ابرز مكاسب المباراه ونحلل الاربع تجوان مع بعض. تمام، اول حاجه طبعا ده الفوز الثالث على التوالي للنادي الاهلي، زي ما استاذ عبد الحكيم كده قال ان احنا عندنا اربع مباريات قبل النهائي الافريقي، الاربع مباريات دول مهم ان انت تاخدهم، لان النادي الاهلي السنه دي بيواجه التحكيم، المنافس الحقيقي للنادي الاهلي على الدوري السنه دي هو التحكيم حرفيا، والتهيئه الاعلاميه لفوز فريق معين بالدوري برضه في تهيئه اعلاميه مش التحكيم بس. التهيئه الاعلاميه ان نادي ثاني هياخد الدوري، فدي برضه، فانت النهارده التحكيم نادي ثالث النهارده فعلا التحكيم بيحطك تحت ضغط، ممكن بنشوف اخطاء تحكيميه كتير هنتكلم عليها في جزء التحكيم، بتقدم هدايا الانديه ممكن تحطك انت تحت ضغط، خاصه ان الموسم ده صعب جدا، اصعب من اصعب المواسم زي الموسم اللي كان قبل اللي فات. ليه؟ عندك ضغط ماتشات كبير، وبعدين ده احنا داخلين كمان على فتره اولمبياد، الاولمبياد ديت هياخد منك لعيبه، يعني ممكن ياخد امام عاشور، ممكن ياخد محمد عبد المنعم، فانت هتلعب بدون اللعيبه دي، فغير ضغط الماتشات، غير ان الكابتن حسام حسن طبعا موجود فبيحتاج وقت قبل كل فتره، بياخد اسبوع راحه وبعدين ياجل ماتشات للاهلي، والناس تقعد تقول لك بيأجل النادي الاهلي بيتاجل له ماتشات، او على فكره الفرق دلوقتي ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في الجدول ماتش واحد بس، ماتش واحد، يعني كل الكلام اللي كنا بنسمعه في خلال الثلاث شهور ده كان اي كلام.